هنا عرفنا أن كل هذه قرائن على أن هذه مادة غريبة ما كانت في مصلحة النبي، كانت في ضرر النبي. رأس الأمر في ذلك عائشة، وعلينا أن نلتفت إلى مسألة مهمة ها هنا. علينا أن نلتفت إلى مسألة مهمة ها هنا، أنه بعد هذه الحادثة مباشرة، بعد هذه الحادثة مباشرة لوحظ تدهور صحي متسارع النبي صلى الله عليه وآله بعد حادثة اللدود. إشلون؟ هذا الأمر أنا فصلته في كتاب الفاحشة، لا مجال الآن لتفصيله بدقة، لكن إشارات. النبي صلى الله عليه وآله بدأ به المرض أي يوم؟ يوم الأربعاء. هذا المرض الذي بدأ بالنبي كان مرضا عاديا كسائر أمراضه طوال سنية حياته، لم يذكروا في ذلك المرض إلا الحمى والصداع، بس حمى وصداع فقط. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وآله يصاب بحمى وصداع، خصوصا أنه يعيش في وسط جماعة أمثال هؤلاء يؤذونه دائما، كان شيء طبيعي. وحالة من الاضطرابات، غزوات، مشاكل، وفود رايحين جايين، هو هم ما يأكل، يشد حجرا على بطنه الشريف، كم مرة يسقط مغميا عليه، يعني متعبا من الإرهاق، يذهب يطرق الباب على ابنته فاطمة صلوات الله عليها، يطلب يا بني هل لديكم من طعام، لأنه عائشة الملعونة حتى لما كانوا يهدون الطعام، هي عائشة تقول روايات البخاري اقرأوا، يهدون الطعام إلى النبي صلى الله عليه وآله، كانت عائشة تروح تسارع تأخذ الأطباق الطعام تكسرها وتنثر الطعام إلى الأرض، تمنع النبي من أن يقبل هدايا الآخرين والطعام الذي كان يرسل إليه، تريد إبقاءه في جوع. هاي هم الرواية التي مرت معنا، يا عائشة أطعمينا، عندها طعام ولكن تروح تخبئه حتى لا تطعم النبي، يبقى جائعا يتضور جوعا حتى يتعب، تأذي، تحب تأذي، تحب تأذي. ولذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وآله ذات مرة: يا عائشة، يا حميراء، أتظنين أني لا أعرفك؟ هذه رواية موجودة: يا حميراء، أتظنين أني لا أعرفك؟ إن لأمتي منك يوما أحمر، والله ما تدع عائشة عداوتنا أهل البيت. هاي كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ليش كان يخرج من بيتها؟ روايات المخالفين في صحاحهم، يخرج غاضبا متعبا مثقلا، يخرج، تقول رواياتهم، يخرج على هذه الصفة من بيت عائشة، ومجرد ما يشاهد أصحابه، يعني على باب، عتبة باب عائشة، مسكن عائشة، حجرة عائشة، يقول: رأس الكفر منها هنا، رأس الكفر. شوف هذه المرأة الخبيثة الملعونة كيف كانت تؤذي النبي، عدوة، وإن تظاهر عليه، يعني شنو؟ يعني أعداء. عائشة وحفصة عدوتان النبي صلى الله عليه وسلم، عدوتان بحيث الله يهددهما بأنه يجيش جيش كامل من الملائكة ضدكما، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه، هاي أول واحد دافع عنه، وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين، كل هؤلاء الله يجيشهم ضدكما أنتما فقط. شوف أي جريمة كانا يرتكبانها اللي تستأهل من الله يهدد بتجييش كل هؤلاء، كل هؤلاء ضدهما. زين، النبي لما مرض، بدأ به المرض يوم الأربعاء، مرض عادي، حمى وصداع يمكن يستمر معاه يوم يومين ويفيق طبيعي. اللي صار هو هذا، أنه في حالة المرض وضعوا له
لدودا وضعوا له ما المادة الغريبة المادة السمية هذه في فمه فتدهورت صحته. تسلسل الأحداث بدأ هكذا: يوم الأربعاء حمى وصداع. ابن سعد يروي في طبقاته الكبرى في الجزء الثاني الصفحة 249 قال: فلما كان يوم الأربعاء بدأ برسول الله صلى الله عليه وآله المرض فحمى وصدع. بس هو هذا، ماكو شيء آخر. زين، يوم الخميس اليوم التالي اشتد برسول الله المرض ووقعت الحادثة المعروفة بماذا؟ رزية الخميس. إن الرجل ليحجر، أحست زمرة المنافقين خلص الآن هذا النبي راح يصرح باسم علي بن أبي طالب في كتاب مكتوب مختوم فوق المواثيق والعهود السابقة ويوم الغدير، كانت شفهية الآن شيء مختوم بعد ما نقدر ننفذ، يعني ما نقدر نراوغ فيه. وإن كان هو عمر لعنه الله ذات مرة جاء له، نقلت هذا الأمر في سلسلة محاضرات كيف زيف الإسلام، أنه جاء له بورقة مختومة من النبي صلى الله عليه وآله في خصوص بعض الأقوام، حكم خاص للنبي فيهم، أنه مثلا هكذا الحكم فيهم وهذا المولى عليهم، هذا المسؤول عنهم، هذا عريفهم مثلا. فعمر أخذ الورقة هكذا عليها ختم رسول الله صلى الله عليه وآله ومزقها وجعلها تحت رجليه، روايات المخالفين يقول داسها برجليه وبعدين قال إنما هو ملك قد انصرف. انتهى الموضوع، إنما هو ملك قد انصرف. هذا شنو جايب لي ورقة من النبي أنه أنا هذا حكمي وهذه امتيازاتي؟ ملك النبي انصرف، الآن أنا الحاكم، انتهى الموضوع. ملك كان يتعاملون معه، ملك وجاء وهالشكل واخترع دين وإحنا مضطرين ندخل في دينه حتى نساير الأمور وحتى إحنا بنوصل. هاي كانت عقيدته، نفاق بقى. منافق شنو يكون منافق؟ يظهر الإيمان ويبطن ماذا؟ الكفر. فما يحترم الله بالله عليك الآن لو إحنا نحصل على ورقة فيها ختم النبي صلى الله عليه وآله، المسلمين شو يسوون في هذه الورقة؟ يخلونها في أعظم متحف ويحافظون عليها بأي طريقة من الطرق، والكل يذهب لكي يقبل، مو ما يقدر يقبلها مباشرة بعد، يخلون حواجز تقبل تلك الحواجز، يعني من أجل أن تحصل على بركة ماذا؟ هذا الأثر من رسول الله صلى الله عليه وآله. مو هالشكل؟ إذا رأيت واحد حقير سافل يمزق هذا ويدوسه على رجله، يدوسه برجله، هذا تقول عنه مؤمن؟ هذا تقول عنه مؤمن الذي لا يحترم آثار رسول الله وهكذا يصنع بها؟ زين، يوم الخميس وقعت رزية الخميس. اليوم التالي يوم الجمعة النبي وضعه على مرضه هذا الطبيعي، ما اشتد، ما يعني ضعف، الوضع الطبيعي. ولكن النبي قام في هذا اليوم وأمر أسامة بن زيد يوم الجمعة أنفذوا بعث أسامة، قام خطيبا خطب بس شوية في حمى صداع تعب من آثار المرض، فأمر ببعث أسامة ابن زيد في هذا اليوم يوم الجمعة اللي خطب فيه النبي صلى الله عليه وآله. أبو بكر وعمر وأشياخ قريش أشاعوا أجواء التمرد على أمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، استصغروا سن أسامة، كان عمره 17 سنة، قالوا هذا صغير السن، هذا شلون هالشكل يأمره علينا، نحن الأشياخ نحن الكبار، أجواء تآمرية آذت النبي صلى الله عليه وآله، حتى اضطر في اليوم التالي يوم السبت يقوم خطيبا مرة أخرى. أنا ليش أذكر هذه الأمور؟ أنه قيام النبي خطيبا ويخطب دلالة كلها عن ماذا؟ عن أنه المرض كان عادي، اللي النبي كان يستطيع أن يقوم ويخطب ويتحدث وإن كان فيه حمى وصداع، مو أكثر من هذا. فيوم السبت يقوم حتى يؤكد عليهم ويغلظ عليهم الأمر
ببعث أسامة فيقول أنفذوا بعث أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. هذا كله صار في يوم ماذا؟ السبت. زين، إلى ها هنا الأمر طبيعي، بدأ الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت. اللي صار خطيرا هو في يوم الأحد. يوم الأحد شنو صار؟ حادثة اللدود. هذه حادثة اللدود، هذه وقعت في يوم الأحد. ابن سعد يقول وثقل رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن سعد في الطبقات الكبرى الجزء الثاني الصفحة 190، يقول وثقل رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل يقول أنفذوا بعث أسامة، فلما كان يوم الأحد، فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله وجعه، فدخل أسامة من معسكره والنبي مغمور، وهو اليوم الذي لدوه فيه. وهو اليوم الذي ماذا؟ لدوه فيه. هذا كان كله شنو؟ يوم الأحد. بمجرد ما لد النبي في هذا اليوم، النبي تدهورت صحته، ما طول يوم واحد، اليوم الثاني يوم الاثنين استشهد. اليوم الثاني صارت صلاة الفجر، النبي أمر أنه علي يقوم مقامه، قامت عائشة وحرفت الأمر، قالت مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قام أبو بكر صلى بالناس. النبي هم شعر بالمؤامرة فتحامل على نفسه كدلالة على أنه شوف الألم شلون طيحه، يعني هذا السم شلون طيحة. اللي لما قام، كلكم قرأتم الرواية أو سمعتموها، أنه لما قام رجلاه ماذا؟ تخطان على الأرض. هذا بعد حادثة اللدود، اليوم الثاني كان صلاة الصبح، متكئ على علي عليه السلام والفضل بن العباس، ورجلاه تخطان ما قادر يمشي بعد، بس حتى ماذا؟ حتى يزيح أبا بكر من إمامة الصلاة ويصلي هو. والتفت إلى عائشة، رواية الخلاف تقول التفت إلى عائشة إن كنا صويحبات يوسف، هذا التشبيه من قبل النبي، إن كنا صويحبات يوسف، يعني شنو؟ يعني أنتوا اللي مثل النساء اللاتي تآمرنا على يوسف عليه السلام، أنتوا هم تآمرتم علي. الظهر النبي استشهد، الضحى يوم الاثنين، ضحى يوم الاثنين استشهد النبي صلى الله عليه وآله، فارق الحياة شهيدا. هذا كله يعطيك دلالة على ماذا؟ على ماذا يعطيك دلالة؟ على أنه هذه المادة الغريبة التي وضعت في فم رسول الله في اليوم السابق يوم الأحد كانت مادة سمية، إذ أثرت كل هذا التأثير وسببت كل هذا التدهور الصحي فجأة، بحيث النبي ما طول يوم واحد إلا واستشهد. صار واضح؟ هذه كلها تعد قرائن من كتب أهل الخلاف ومؤشرات على وقوع الجريمة، وأن الذي سبب استشهاد النبي صلى الله عليه وآله لا شيء تناوله قبل 3 سنوات، وإنما شيء سقيه مرغما في الأيام الأخيرة، بل قبل يوم واحد من استشهاده فقط. وهذه المادة كانت في ضرره حتما، وإلا لما نهى عنها، لما نهى عنها. زين، لما تعرف في كتب أهل الخلاف كل هذه القرائن، كل هذه المؤشرات، كل هذه المعطيات، ويأتي الباحث المنصف إلى كتب أبناء هذا النبي صلى الله عليه وآله الذين هم أعرف بسيرة جدهم وما جرى عليه من غيرهم، ويجد في أحاديث
أئمة أهل البيت النبوي صلوات الله عليهم أحاديث صريحة معتبرة، أؤكد على كلمة معتبرة، تنص صراحة على جريمة الاغتيال هذه، وتسمي الذين تآمروا على ذلك والفاعلين. بعد لا يبقى مجال للشك، أحاديث أئمتنا عليهم السلام تفسر كل هذه المعطيات والأدلة والمؤشرات والقرائن في كتب أهل الخلاف.